2019 كان اليورو عامل حوالي 18 جنيه مصري، وبالتالي 130 الف يورو كانوا عاملين حوالي 2 مليون جنيه او اكتر شويه، وده طبعا مبلغ كبير جدا جدا، واغلب الناس العاديه لو اشتغلوا صبح وليل مش هيقدروا يجيبوه. لكن في حل بسيط انك تجيب المبلغ ده بسهوله، زي مثلا انك تلاقي حته اثار او تكتشف ان واحد قريبك ورث. المهم يعني انك لما تجيلك الفلوس ديت هتحب انك تشغلها عشان ما تخلص، فممكن تعمل مصنع او شركه او مطعم، لكن في الغالب برضه مش هتقدر تكسب ال 2 مليون جنيه في سنه واحده، ولو حتى قدرت فانت هتقدر بعد فتره طويله من المعاناه ومن المرمطه. بص يا صاحبي انا مش عايز احبطك والله، لان في ناس عايشه معانا على كوكب الارض بتقدر تكسب اكتر من 130 الف يورو في السنه من غير كل القصص والتعب ده كله، بل الفلوس والمبالغ الضخمه دي بتخش حسابهم البنكي وهم قاعدين بيتشمسوا على الشاطئ في البرازيل او هم بيتجولوا في شوارع باريس، وده بيحصل لانهم بس اصدقاء مقربين من النجم البرازيلي نيمار. ما تستغربش، وتعالى اقول لك ازاي. وهو ده المهم. دول امريكا الجنوبيه دول عالم ثالث، معروف عليهم دايما ان هم بيكحوا تراب وحالتهم بالبلد، وعملتهم واقتصادهم رايح في 60 داهيه، الصحه في النازل والتعليم في البايظ، والناس هناك يا دوب عايشه بالعافيه اصلا. وكل الظروف ديت بتكون قصه مشهوره، بطلها هو لاعب كره القدم اللي جه من خلفيه فقيره ومعدمه، وبعد كده بقى بينجح بفضل موهبته الجباره، وساعتها بينتشل نفسه واسرته من البؤس اللي هم عايشين فيه. نيمار كان تجسيده واضح للحاله دي. ابو نيمار بيقول ان هم كانوا ساكنين في منطقه زباله، مش الزباله اللي هي وحشه يعني، لا هي زباله حرفيا، هو مكان بيرموا فيه سكان ساو باولو الزباله. المهم ان ابو نيمار كان بيحتاج ان هو يشتغل 3 شغلانات في اليوم عشان بس يكفي احتياجات الاسره من اكل وشرب، لكن بعد ظهور نيمار بموهبته الجباره الحاله اتشقلب، ونيمار بقى من اغنى الرياضيين في العالم، وابوه بقت شغلانته في الحياه هو التفاوض على عقود الرعايه الضخمه اللي بياخدها ابنه نيمار. كان في شخص واحد شاهد على قصه نيمار من البدايه، الشخص ده كان اسمه جو امانيكو، وده بقى صديق نيمار المقرب من ايام ما كانوا اطفال. نيمار قابل جو في اكاديمية سانتوس البرازيلي، ومن ساعتها ما تفرقوش عن بعض نهائي، الاثنين كانوا بيشاركوا بعض في كل حاجة، لدرجة ان نيمار عرض على جو ان هو يجي يعيش معاه في بيته وبيت اسرته، وجو فعلا وافق وراح عاش مع نيمار في بيته، لحد ما جو سافر اسبانيا في 2012 عشان يروح ويحضر اختبارات نادي ليجانس، وبالفعل يتقبل ويبقى لاعب في فريق ليجانس، واثناء تقديمه للجماهير شاور قدام الكاميرات بحرف التي اللي هنعرف معناه بعد كده. المهم ان محدش كان فاهم ان دي رسالة من جو لنيمار، صديقه المتألق في سانتوس اللي ريال مدريد وبرشلونه بيتصارعوا عليه. نيمار كان ليه اصدقاء تانيه برضه زي جوستافو الميدا، كان حبيبه وصاحبه كل حاجه، بس كانت معزته اقل من جو شويه. نيمار صداقته مع الميدا بدات وهو عنده 12 سنه داخل جدران اكاديميه سانتوس برضه. المهم ان الميدا اتدرج مع نيمار في فرق الشباب لحد الفريق الاول، لكن موهبة الميدا ما كانتش زي موهبة نيمار، وبالتالي اعتزل بدري. وقبل ما الميدا يعتزل اتعرف هو ونيمار على جليمار سيبولا، وده كان مساعد لاحد الوكلاء المشهورين في البرازيل. سيبولا قدر ينجح ان هو يحط نفسه في دايرة الناس المقربة من نيمار، وطبعا فيما بعد قدر يجني منه مصالح كويسة لمجرد بس ان هو صاحب نيمار، وده هنعرفه بالتفاصيل قدام شوية. فهو معايا كده صاحبي، احنا لحد دلوقتي قصتنا فيها 3 اصدقاء لنيمار، جو امنيكو وجوستافو الميدا وجليمار سيبولا. فاكر الاشاره اللي جو صديق نيمار عملها؟ حرف التي ده، التي ديت اول حرف من كلمه تيوس، ودي كلمه برتغاليه مستوحاه من اسم احد الاغاني البرازيليه اسمها ايه تودو تيوس، ومعناها نحن لنا، ويا رب اكون بنطق الاسامي دي صح. المهم ان الشعار ده اخدوه اصحاب نيمار وبقى رمز ليهم. الكلمه دي ظهرت لاول مره اثناء تقديم نيمار في الكامب نو كلاعب لبرشلونه، وساعتها حضر 5 اشخاص مع نيمار منهم الثلاثي شو والميدا وجيلمار، وكلهم ساعتها لبسوا قمصان موحده طبع عليها كلمه تويس اللي بتشير على قوه العلاقه بينهم وبين نيمار. ونيمار كمان عمل الحركه دي اثناء تقديمه. الوهله الاولى بيملك ان ده شيء طبيعي جدا، لاعب بينتقل لاكبر الانديه في العالم، فطبيعي ان ياخد معاه اسرته واصحابه عشان يشاركوا اللحظه الجميله دي. لكن بمرور الوقت هتكتشف ان دي مش مجرد لحظه عابره وصورتين وشقلب وقلب، ده اسلوب حياه بيتبعه نيمار مع كل الفرق اللي لعب واللي هيلعب فيها، وده طبعا حصل لاول مره مع برشلونه اللي ساعتها اعترف رئيس النادي الكتالوني ساندرو روسيل ان نيمار اشترط نقل اصدقائه اللي هم التويس مع اسرته في طياره خاصه من البرازيل لحد كتالونيا عشان بس يحضروا لحظه تاريخيه وفارقه في حياه نيمار. والرحله ديت اتكلفت مبلغ وصل ل 3000 يورو اتدفع من خزينه برشلونه، بس هل دي اقصى حاجه عملها نيمار؟ اكيد لا، لان نيمار قبل ما يوقع العقود مع برشلونه اصلا شرط على برشلونه شرط غريب جدا جدا، وهو تحمل الاداره تكاليف زياره
اصحابه الكتالونيا مرتين في السنه. ومش بس كده، طلب من الاداره ان هي كمان تتحمل تكلفه حضورهم للحفلات وللملاهي الليليه، بالاضافه كمان لتاجير يخت يخرجوا بيه يتفسحوا في ساحل ايبيزا. اللي يضحك بقى ويدهش اكتر ان الاداره وافقت على اللي عايزه نيمار ده. نيمار ساعتها شاف ان هم زباين لقطه ومغفلين، فقرر ان هو يستغلهم ويعلي سقف طلباته، وشاف ان زيارتين بس كل سنه قليل جدا، فراح عرض على التويس اللي هم اصحابه ان هم يسيبوا اعمالهم ومشاغلهم في البرازيل ويروحوا يعيشوا معاه في قصره في اسبانيا. لكن نيمار هنا واجه مشكله، قال لك طب اصحابي لما اجيبهم يقعدوا جنبي هيجيبوا فلوس منين وهيصرفوا منين؟ لحد ما الشيطان كمل لعب في دماغه وقال له بسيطه يا نيم، انت نجم كبير ولازم تستغل نفوذك وتطلب من الاداره ان هم يدفعوا لاصحابك راتب شهري يتراوح ما بين 4-6000 يورو في الشهر. مفاجاه بقى ان الاداره وافقت، لدرجه ان في صحفي في جريده 442 كان بيتريق على القرار ده وبيقول ان تخيل اصحاب نيمار بياخدوا المبلغ ده لمجرد بس ان هم يا عيني بيتحملوا عناء التنزه مع نيمار في كاتالونيا والغنى بقى والرقص في الملاهي الليليه، ويا عيني كمان بيتحملوا مشقه السهر ولعب البوكر مع نيمار لحد الصبح. شغلانه صعبه جدا يا مجدي بصراحه. بالطريقه ديت نيمار اثبت ولاءه لاصحابه وطمنهم انه مش هيسيبهم ابدا، وزي ما تقول كده ان اصحابه ملوا من تريقات الاعلام عليهم وزعوا من الفراغ اللي هم فيه، وبداوا بقى يوزعوا على بعض ادوار سخيفه ومضحكه في حياه نيمار. قال يعني عشان يحللوا القرشين اللي بياخدوهم كل شهر من النادي ومن نيمار، عندك مثلا جوان ميكو اللي استغل خبرته كلاعب كوره فاشل، راح معاهم نفسه مستشار شخصي لنيمار وده خلاه دايما قريب من الصحافه والاعلام. وبالمارسي بولا صديقه التاني اكتشف فجاه يا سبحان الله كده انه بيحب التصوير وبقى المصور الشخصي لنيمار، وده خلى حساب سيبولا على الانستجرام يعدي 500,000 متابع وتحول لشخصيه عامه ومشهوره، وده خلاه يعمل علاقات واسعه مع المعلمين والمنتجين لدرجه ان في شركه طيران برازيليه استعانت بيه عشان يكون هو بطل لحملتها الدعائيه بعد ما اعتذر نيمار بسبب ضيق وقته. وفي كمان صديقين جداد دخلوا الشله، الاول هو تشاو وده بقى عرض على شله نيمار فكره صايعه قوي، قال لهم انتوا كده كده مع نيمار في كل حته واكيد بتقابلوا كل نجوم الكوره في العالم، فايه رايكم نعملوا براند ملابس باسم شلتكم تويس والملابس يكون عليها توقيع النجوم كلهم، ونبدا بقى ننزل التيشيرتات دي في السوق البرازيلي ونكسب فلوس كويسه. واخر شخص بقى في دايره شله نيمار هو ويلهيرم بيتا، وده بقى اكتر واحد بيتعب في الشله دي واكتر واحد شغلانته صعبه جدا. بيتا هو اللي بيقع على كتفه مسؤوليه اختيار المكان اللي هيسهر فيه نيمار وشله التويس وايه الحفله اللي هيحضروها وايه هو الكازينو اللي بيقدم افضل خدمه، وهو برضه اللي بيختار المكان اللي بيصيفوا فيه كل سنه. بصراحه يا باهي بيتعب قوي. وبمناسبه بقى السهر والحفلات والكازينوهات، فتعالى اقول لك هو يوم نيمار كان ماشي ازاي في 2016. بص يا صاحبي، نيمار كان بيفضل سهران طول الليل ويطلع على التمرين الصبح ويرجع من التمرين ياكل مع اصحابه وينام شويه ويصحى الساعه 9 يشوف الرجاله هتروح تسهر فين ويروح يكمل الليل. والافعال دي طبعا كانت سبب لغضب لويس انريكي ومدرب برشلونه في الوقت ده، وطلب من اداره برشلونه تحاول تصلح الغلط اللي هم كانوا سبب فيه اصلا، وطبعا ده ازعج نيمار جدا جدا، وده خلاه يعني الاداره ويوسع دايره شلته ل 30 شخص بعد ما كانوا 5 بس، وظهر اغلبهم في حديقه الامراء اثناء تقديمه كلاعب لباريس سان جيرمان. صحاب نيمار ما فوتوش الفرصه دي وطلع لهم مسا من الانتقال دوت حوالي 200,000 يورو. خدوا المبلغ ده لمجرد بس انهم صحاب نيمار اللي بيخلوه مبسوط وبيخففوا من عليه ضغط المباريات والاعلام، ودي مهمتهم فعلا زي ما وصفها جوستافو الميدا اللي بيقول اننا في باريس صلاحياتنا بقت اكبر ما كنا في برشلونه بكتير قوي، لدرجه ان اي عضو في الشله بيخش كامب ديلوب مركز تدريب باريس سان جيرمان في اي وقت، سواء بقى كان في تدريب او ماتش او اي حاجه، وده اللي اثار اندهاش بعض المدربين واللعيبه اللي مش متعودين يشوفوا المناظر العبثيه دي. ومن ضمن مهام التويس بقى هي إقامة حفل عيد ميلاد نيمار كل سنة اللي بيعزموا فيها مشاهير الكورة والفن والغنى، والحفلة دي بقى بتستمر لحد الفجر. ولو ما تعرفش فنيمار بياخد اليوم ده إجازة في التدريب في أي فريق لعب فيه، بالإضافة طبعا لعيد ميلاد أخته اللي ساعات بيعمل نفسه مصاب قبليه عشان يروح يحضره في البرازيل. في آخر الحلقة أحب أصدمك بس وأقول لك إن شلة نيمار التويس بياخدوا راتب شهري من باريس سان جيرمان 11,000 يورو في الشهر، وده اللي كشفته صحيفة موندو ديفورتيفو، وبحسبة بسيطة كده هتلاقي إنهم بياخدوا كده حوالي 130,000 يورو في السنه، يعني حوالي 2,000,000 جنيه مصري في 2019. فما بالك بياخدوا كام دلوقتي؟ اعتقد انك بعد ما شفت الحلقه دي عرفت ليه نيمار مش بياخد الكره الذهبيه، وليه نيمار لاعب ما يقدرش يشيل المسؤوليه ويشيل فريق باكمله. قولوا لي بقى، هل انتوا شايفين ان اصحاب نيمار كانوا بيستغلوه ولا ديت كانت فرصه وكان لازم يستغلوها؟ هستنى اجاباتكم في الكومنتات، وهستنى اكيد رايكم في الحلقه. ما تنساش بقى اللايك والسبسكرايب وتفعل الجرس. اشوفكم في حلقه جديده. سلام.